السلام عليكم. اليوم نشوف أين وصلت الأشغال بمصنع إنتاج زيت المائدة الذي يقع في بجاية لصاحبه سعد الضراب، واللي يقع في قرب ميناء بجاية، حيث أن فيه كذلك مصنع آخر لتكرير السكر وإنتاج السكر. للعلم فيه 3 مصانع في الحقيقة، كاين مصنع آخر في معسكر، وكذلك مصنع ثالث في ميناء جيجل لصاحبه اللي كان كونيناف، اللي كان الآن تأمم وأصبح تابع لهولدينغ وطني جزائري بعد ما تم تصفية الحالة يعني المالية تاع المصنع هذا تاع كونيناف. إذن فيه 3 مصانع قيد الإنشاء، والمصنع هذا تاع سيفيتال راح وصل لنسبة يعني تقدم الأشغال تقارب 80%. وللعلم هذه المصانع كلها سوف تنتج زيت المائدة ابتداء يعني انطلاقا من يعني معالجة نباتات الكولزا، سكون ابل لا تريتوراسيون نتاع لي غران او لياجينوز، لي غران نتاع الكولزا. اذا سوف يتم معالجة هذه النباتات تاع الكولزا لعصرها كما يعصر زيت، يعني كما ينتج زيت الزيتون، تعصر لي غران هذو نتاع الكولزا في المصنع هذا لإنتاج زيت المائدة. إذن هذا هو، وإن شاء الله حسب التقديرات نتاع المختصين، فالجزائر عند انتهاء المصانع الثلاثة هذه تدخل في مرحلة تصدير زيت المائدة، بعد ما رانا هنا الآن في مرحلة استيراد زيت المائدة. إذن إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.